خيبه كبيره عندك، قد ايه صار لك ناطر تلعب باسكت؟ مثل الشباب تشوف تكون عم تتفرج عليهم بهالوقت. بس الواحد يكون معود يلعب ويقعد على البنش كثير بتحمس، بده يقوم يساعد، بده يقوم منا هينه يعني، فانا هينه قاعد اتفرج كل الجيمات صعبه. بس شو بدنا نعمل كمان، الواحد بيفكر لقدام، عندنا كمان بطوله غرب اسيا بعد شهر، لانه واحد بيكون بشيء صغير قصة تريحها جمعة 10 ايام بصير شيء كثير كبير يعني، في يتفاداها. فان شاء الله هلا اذا تحسنت من هلا ليومين ثلاثه يمكن بلحق المراحل قدام. سلامتك، جود لك جود لك جون، ثانك يو.